التقرير اللي بعده تقرير غريب وعجيب. تقول شنو تقرير غريب وعجيب؟ أنا أقول لكم يا زوجي. الإخوان أخذوا أحد المسلسلات المحلية، قرروا أن يصورون في منطقة صبحان، يعني يقولون مسلسل بوليسي، شرطة وضرب وفجارات ويكون التصوير بالليل. زي خذوا الإذن راحوا صبحان، صوروا، خلصوا، مشوا. زين أحمد قلت إيش المشكلة؟ قول لنا صاير خلاص، خلصوا صور. شوفوا المخلفات اللي خلوها. ليش؟ خلصتوا مسلسلكم نظفوا. احنا مشكلتنا ما ادري عندنا كأن الكويت مستباحة. خلاص خلصت قاعد بلدية تتشيل. لا انت دوركم خلصتوا ونظفوا اي مكان، واي واحد يروح اي مكان خلصت نظف المكان وامش. مثل اخواننا اللي يروحون يشوون على البحر، من يخالف يشوي عبي على البحر مخالفة مالية، من يقطع الشرة، من يقطع وردة، طبق القانون. وقلت لكم ما راح يطبق القانون، يا كثر القوانين انقرها ما تطبق في هذا البلد. شوفوا هذا التقرير أحسن. يعطيك العافية أبو أحمد. تصوير مسلسل بصبحان، خلصوا من التصوير وشوف إيش خلوا. شوف التواير اللي أمس حارقينها، شوف الحفاظ على البيئة، وين البلدية عنهم؟ وين البلدية عن المخرج المنتج؟ ما نظفوا مكانهم وزبالتهم وتوايرهم اللي حرقوها أمس. شوف هذا اللي هو بر صبحان، أنا أتمنى من منتج هالمسلسل واللي شاف التقرير يروح باكر وينظف المنطقة. مو يقولون احنا نصور مسلسلات حتى ننشر الثقافة الإنسانية وثقافة وتعديل سلبيات المجتمع. انت سويت سلبية، قوم باكر يلي انت انتجت المسلسل او المنتج المنفذ يقوم باكر يروح ينظف المكان. وليت حتى اللي صور هالمكان هذا يقولوا فعلا راحوا ونظفوا المكان. اذا نظفوا التقرير اللي